بسم الله الرحمن الرحيم. هذه آية أحببت أن أتأملها معكم أيها الأحبة لكي ننتبه ونحذر، لأن الحقيقة التي سيواجهها كل واحد منا بنسبة 100% هي الموت. كل الأشياء التي تحدث من حولنا قد لا تحدث لسبب ما، إلا الموت هو الحقيقة المطلقة التي ستلقاها وتواجهها. لذلك هذه الآية الكريمة: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. أخي الحبيب استمع، يجب أن تتخيل أن الموت عبارة عن شيء يأتي باتجاهك، فإنه ملاقيكم. ما معنى ملاقيكم؟ يعني هناك لقاء بينك وبينه. أنا لدي موعد مع فلان، ولكن هذا الموعد مجهول، فأتوقع في أي لحظة أنني أقابل هذا الشخص، ألقى هذا الشخص، فإنه ملاقيكم. يعني أنت تفر من الموت، ولكن أنت تتجه باتجاه الموت وليس تفر منه، يعني هو لا يلحق بك. لم يقل سبحانه وتعالى، دقق أخي الحبيب، لم يقل فإنه يعني يلحق بكم أينما ذهبتم، لا، قال فإنه ملاقيكم. وفي آية أخرى: أينما تكونوا يدرككم الموت. إذن الموت يأتي باتجاهي الآن، ولكن كم المسافة بيني وبينه لا أعلم، ولكن لابد أن تأتي لحظة ستلتقي أنت مع الموت. هذه اللحظة لا ينفعك الإيمان، ولا تنفعك الصدقة، ولا تتأخر ولو لحظة. يعني إذا طلبت من الله عز وجل أن يؤخرك ربع ساعة لتتصدق لا تستطيع، لتتوب لا تستطيع، لتصلي انتهى الأمر، أخذت فرص كاملة طيلة الحياة التي عشتها. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. انظروا هذا التعبير الرائع أيها الأحبة، تفرون منه وبالمقابل ملاقيكم. يعني أنت تفر فعل مضارع باستمرار، وبالفعل نحن معظمنا يهرب من الموت ويخاف من الموت، وهناك من لديه وسواس الموت، وظهر ذلك جليا عندما ضرب هذا الفيروس كورونا، ضرب العالم وأرعب العالم، والكل يحاول أن يختبئ من الموت. طيب ما الله عز وجل حدد لك الأجل، مما تهرب؟ يعني إذا لم تمت بهذا الفيروس ستموت بغيره، النتيجة والأجل محدد، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذن أخي الحبيب يجب أن تتذكر كل يوم نصيحة، إن لم تتذكرني بها الآن ستتذكرني لحظة الموت. نصيحة: كل يوم تذكر الموت، كل يوم تذكر أن الموت يأتي باتجاهك، وفي أي لحظة يمكن أن تلقى الموت. طيب ما فوائد ذلك؟ أول شيء، هذا الأمر سيجعلك أقل معصية لله. إذا أردت أن تعصي الله تتذكر أن هناك الموت قد يأتيك في لحظة المعصية فترجع. إذا أردت أن تكذب تمسك لسانك وتقول ربما أموت بعد هذه الكذبة، كيف أختم عملي بالكذب؟ والله تعالى يقول: ويوم ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. أنا لا أريد أن يكون وجهي أسودا أمام الله يوم القيامة، لذلك تمتنع عن الكذب. ظلمك إنسان، تعلم أن الموت سيأتي، ربما يأتي بعد هذا الظلم، طيب لماذا أفكر بالانتقام سأعفو عنه عسى أن أجد ذلك بعد الموت؟ التفكير بالموت ينمي لديك ثقافة التسامح والعفو.
جامعة هارفارد وجدت في دراسة استمرت 70 سنة، مات معظم العلماء الذين شاركوا فيها، أن الذين يعفون عن الناس ويتسامحون ويعملون أعمال البر وأعمال تطوعية هم أطول الناس أعمارا وأكثرهم سعادة وأكثرهم صحة جسديا ونفسيا. تصور، فعندما تفكر بالموت هذا الشيء يحفزك باتجاه التسامح والعفو، يجعلك كريما مع الناس، يجعلك لا تمسك ما آتاك الله من الرزق. هذا المال ليس مالك، هذا مال الله، هو أمانة عندك. عندما تفكر أن الموت يمكن أن يأتي في أي لحظة تتواضع، لأن التكبر صفة سيئة يكرهها الله. إذن أحبتي في الله، لو جلست اليوم وأحببت أن أعدد لكم فوائد التفكير بالموت لن ننتهي، ولكن يكفي أن نقول أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: كفى بالموت واعظا، وقال: أكثر من ذكر هادم اللذات. والنبي كان يتذكر الموت كل يوم، كل يوم وكل لحظة. إذا أوى إلى فراشه يدعو دعاء فيه يقول: اللهم إن أمسكت نفسي فارحمها. إذن هو يفكر بالموت، قد يموت وهو نائم، وإن أرسلتها فاحفظها. عندما يستيقظ أول شيء يقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. ثم يأتي الملحدون يتهمون هذا النبي أنه يريد الدنيا والشهرة والمال والنساء والسلطة. يا أخي تكلموا بالعقل، هذا النبي كان كل تفكيره باتجاه الآخرة، كان همه الآخرة لم يكن الدنيا، وسلوك النبي يبين لنا ذلك، أذكار النبي تبين لنا ذلك، حياة النبي، القرآن يبين لنا ذلك. لذلك أحبتي في الله سأختم اللقاء بتكرار هذه الآية الكريمة، كررها واحفظها وتذكر لحظة الموت، وتذكر بعد ذلك أنك ستقف بين يدي عالم الغيب والشهادة، يعلم ما تفعله في السر والعلن وسيحاسبك عليه. انتبه. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا لحظة الموت وأن يرحمنا يوم لقائه عز وجل، إنه سميع قريب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.